أخبار اليوم. عمرو البنا مصمم المصري الجميل معانا قبل بداية المهرجان ومع إحدى عارضاته مودلز وفستانه الشهير سان رايز هيتعرض النهاردة يا عمرو. إن شاء الله. جميل. قول لنا بقى أخدت وقت قد إيه في الفستان دوت؟ الفستان ده أخد مني حوالي أسبوعين. كويس. مش معنى سان رايز انت اطلقت عليه على المودل ده؟ عشان سان رايز بتاعت الاقصر. الاقصر. واو. سان رايز الاقصر احلى سان رايز في الدنيا كلها. طبعا. بتقول ايه للناس من الاقصر؟ بقول لهم احلى شمس في الدنيا كلها واحلى شمس للسياحة وان شاء الله هتشرق الشمس علينا تاني. ان شاء الله. ان شاء الله. الاشعة بتاعتها الجميلة ان شاء الله. ان شاء الله. بالنجاح ان شاء الله النهاردة. ان شاء الله. ميرسي. ثانك يو عمرو. شكرا. Merci.